السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة أولاد هنتكلم على موضوع مهم في العملي، اسمه الإلكتروفوريسز، أو بالعربي بيقولوا عليه الفصل الكهربي. تمام، تعالوا كده ما نبص مع بعض. في البداية أولاد عشان نقدر نستوعب الموضوع ده لازم نفتكر حاجة خدناها الترم الأولاني بخصوص الأمينو أسيد ونوع الشحنات اللي بتبقى موجودة عليه. اي امينو اسيد يا ولاد حمض اميني بيبقى موجود عنده مجموعه كربوكسي، بيبقى موجود عنده مجموعه امينو، وبيبقى عنده مجموعه جانبيه اسمها الار، ودي بتختلف من حمض اميني لاخر. تمام، طيب انت عايز توضح لي ايه دلوقتي؟ عايز افكر حضرتك بنوع الشحنه اللي الامينو اسيد بيحملها. يعني الامينو اسيد ده يا ولاد بيبقى عليه شحنه موجبه ولا سالبه ولا ايه بالظبط؟ لو نفتكر يا ولاد الكلام ده من الترم الاولاني كان الموضوع بيتوقف على نوع الوسط اللي الحمض الاميني بيتحط فيه. بمعنى ايه؟ لو انا جبت الامينو اسيد اولاد وحطيته في وسط اسيدك، كلمه وسط اسيدك يا اولاد في الكيمياء يعني وسط مليان بروتونز. لما يكون الوسط مليان بروتونات بنقول عليه ان هو وسط حمضي، يبقى اسيدك يعني مليان بروتونات. ايه اللي هيحصل يا اولاد في وجود البروتونات الكتيره دي؟ واحده من البروتونات دي هتقوم جايه رايحه ماسكه في مجموعه الامينو اللي هي ال NH2. حد شاطر يا اولاد عارف الامينو جروب ال NH2 دي لما تكتسب بروتون هيبقى شكلها عامل كده، تبقى NH3 ويبقى عليها شحنه ايه يا دكاتره؟ شحنه موجب. خلاص، طيب بقيه الحمض الاميني يا اولاد هيبقى زي ما هو، يعني هرسم ال CH اهي زي ما هي، والكربوكسيل والار ما فيش اي حاجه ايه حصل فيها تغيير. معنى الكلام ده يا اولاد لو عايز اكتبه تحتها كده ان الامينو اسيد يا دكاتره في الوسط الاسيدك نوع الشحنه اللي بتكون موجوده عليه شحنه موجبه، يعني بيكون بوزيتيفلي تشارجد. يعني يا اولاد بوزيتيفلي تشارجد ممكن نقول عليه في الكيمياء ايه؟ كاتيون. فاكرين الكلمه دي؟ اي ايون موجب بنقول عليه في الكيمياء ايه؟ كاتيون. طيب وبناء على الكلام ده يا اولاد طالما هو عليه شحنه موجبه كده، لو اتحط الامينو اسيد ده في مجال كهربي يا دكاتره، يعني ما بين قطب موجب وقطب سالب، هيروح ناحية انهي قطب؟ طبعا هينجذب ناحية القطب السالب اللي هو بالانجليزي اسمه ايه؟ كاثود. يبقى دي اول حاجة افتكرناها مع بعض، ان الحمض الاميني لو اتحط في وسط اسيدك، اسيدك يعني مليان بروتونات، البروتونز دي هتروح للامينو جروب تقوم تبقى NH3 ويكون الحمض الاميني بوزيتيف ريتشارجد، واذا وضع في مجال كهربي هيتجه ناحية القطب السالب اللي هو الايه؟ الكاثود. طيب لو اتحط بقى اولاد الحمض الاميني العكس بقى في وسط الكلاين، يعني في وسط قاعدي، كلمة الكلاين برضو اولاد يعني وسط مليان او اتش هيدروكسيل اهو، ده معنى كلمة وسط الكلاين. هيحصل ايه يا اولاد بقى؟ الاو اتش دي هتقوم جاية خاطفة البروتون الاتش بتاع الايه؟ المجموعة اللي هي بتاعت الكربوكسيل دي، تقول لها هات الاتش دي انا عايزاه. يوم يا دكاترة الكربوكسيل دي لما يتاخد منها الاتش الكربوكسيل يبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى شكلها عامل كده سي او او وماينس، يبقى عليها شحنة سالبة كده. خلاص الاتش بتاعتها اتاخدت وبقيت الحمض الامين هنرسمه زي ما هو اهو سي اتش، واليما دي ماسك في ان اتش 2 وفي تحت هنا كده ايه؟ ار. يبقى معنى الكلام ده يا ولاد ان هو في الوسط الالكلاين نوع الشحنة اللي موجود عليه بتكون شحنة ايه؟ نيجاتيف تشارج، شحنة سالبة. يعني بيكون يا ولاد انيون، انيون دي يعني ايون سالب. ولو اتحط يا ولاد في مجال كهربي ادي القطب السالب اهو، ادي القطب الموجب، هينجذب طبعا طالما هو نيجاتيف يبقى هينجذب ناحيه القطب الموجب اللي هو اسمه ايه؟ خلاص يبقى احنا جاوبنا يا ولاد على السؤال الاولاني اللي هو امتى الحمض الاميني بيكون عليه شحنه سالبه. عرفنا الاجابه لو اتحط في وسط الكالاين، لان الاتش هتتاخد من الكربوكسيل يوم يبقى عليه نيجاتيف تشارج ويروح ناحيه القطب الموجب. امتى يبقى عليه يا اولاد شحنه موجبه؟ لو اتحط في وسط اسيدك، لان الاتش هتروح لل NH2 تبقى NH3 موجب وهينجذب ناحيه القطب السالب اللي هو الكاثود. خلاص كده. طيب في حاجه كمان كده يا اولاد نفتكرها مع بعض، ان الامينو اسيد يا شباب لو اتحط في حاجه اسمها ايزو الكتريك بوينت. كلمه ايزو الكتريك بوينت دي بالعربي يا اولاد يعني نقطه التعادل الكهربي. ده بي اتش يا اولاد بيختلف من حمض اميني لاخر. اكتشفوا ايه بقى؟ ان لو الحمض الاميني ده انت عرفت الايزو الكتريك بوينت بتاعته وحطيتها فيه
بص حضرتك كده ايه اللي هيحصل، هلاقي مجموعة الكربوكس اللي اتأينت عليها شحنة سالبة اهي، وفي نفس الوقت مجموعة الأمينو اتأينت وبقى عليها شحنة ايه موجبة، يعني مش دي لوحدها ودي لوحدها، لا الاتنين مع بعض هيبقوا متأينين في نفس اللحظة، وبقيت الحمض الاميني ادي السي اتش وادي الار. معنى الكلام ده يا ولاد ان الحمض الاميني هيبقى عليه الشحنه السالبه بتاعه الكربوكسل والشحنه الموجبه بتاعه الامينو جروب، بنطلق على الحمض الاميني يا ولاد وهو في الوضع ده، فاكرين الكلمه دي زويتر ايون. كلمه زويتر دي يا ولاد بالالماني يعني هايبريد، يعني هجين، يعني يكون عليه الموجب والسالب في نفس اللحظة. تمام، يبقى امتى الحمض الاميني يا ولاد يكون عليه شحنة موجبة وسالبة في نفس اللحظة؟ لو اتحط في الايزو الكتريك بوند. طب امتى يكون عليه موجب بس؟ لو اتحط في وسط ازيد. امتى يكون عليه سالب بس؟ لو اتحط في وسط ايه الكالاين. خلاص، طب ده يا ولاد لو اتحط في مجال كهربي هيروح ناحية القطب الموجب ولا هيروح ناحية القطب السالب؟ لا هيروح ناحية ده ولا ناحية ده، صح كده؟ هيحصل له ايه بقى؟ بريسيبيتيشن، هيترص، لان الشحنات دي هي اللي مدوباه كده يا اولاد. اجمالي الشحنه الموجوده عليه بقت زيرو، صح؟ ما عادش عليه شحنات اهو، عليه شحنه موجبه وشحنه سالبه، يلغوا بعض يبقى شحنته زيرو او صفر. خلاص يا اولاد افتكرنا ليه بقى الموضوع ده مهم؟ هنعرف دلوقتي، لان احنا هنعتمد كتير على موضوع الشحنات ده في الايه في الشرح بتاعنا. خلاص، يبقى لو عايزين نكتبها تحت يا اولاد الاستنتاج كده، ان الامينو اسيد في الاسيدك بيكون موجب وفي الالكالاين بي اتش بيكون نيجاتيف سالب، وفي الاي اي بي الايزو الكتريك بوينت بيكون ايه بقى؟ يكون سويتر ايون، يعني عليه الحاجتين الموجب والسالب في نفس اللحظه. خلاص، على فكره يا اولاد الايزو الكتريك بوينت دي ما هياش حاجه ثابته، بتختلف من حمض امين الاخر. يعني في السيرين مثلا الايزو الكتريك بوينت بتاعته 5، الهيستيدين الايزو الكتريك بوينت بتاعته 7، تريبتوفان الايزو الكتريك بوينت بتاعته 8، ما هياش ايه رقم ثابت، بتختلف من حمض اميني لايه لاخر. خلاص يا اولاد، تمام. هنستخدم دلوقتي حالا الشحنات دي واحنا بنشرح موضوع الفصل الكهربي، هنفرق وهنفهم هي بتفرق معانا فين. طيب حاجه كمان بس عايز افكر حضرتك بيها، لو احنا يا اولاد اتكلمنا على الدي ان ايه بقى، طبعا الدي ان ايه يا شباب بيكون عليه شحنه ايه نيجاتيف تشارج، صح كده؟ لو حد شاطر يا دكاتره بيفتكر معانا ان النيجاتيف تشارج اللي بتبقى موجوده على الدي ان ايه دي طبعا بيكون سببها مجموعات الفوسفيت والشوجر، كل دي حاجات بتحمل شحنه سالب. معنى الكلام ده دكاتره ان احنا لو حطينا الدي ان ايه في مجال كهربي يعني ما بين قطب موجب ومن قطب سالب، طبعا هيروح ناحيه القطب الايه الموجب اللي هو الايه الانود. ماشي يا دكاتره، كده اتفقنا على الكلام ده. هنفهم ايه علاقة الكلام ده بالفصل الكهربي، او ازاي احنا بنستفيد من الشحنات دي عشان نفصل الحاجات عن بعضها، او التطبيقات الطبية بتاعت الكلام ده هنفهمها بقى ايه دلوقتي. تعالوا كده اما نشوف مع بعض حاجة نبص عليها مع بعض. لو احنا يا ولاد عايزين نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده من شوية في شكل بقى استخدام عملي انا اقدر استفيد منه طبيا، هنعمل ايه؟ لو حضرتك جبت العينة بتاعت البلاد سامبل اللي هي عينة الدم، وزي ما حضراتكم عارفين واكيد سمعتوا في الفسيولوجي مثلا ان الدم بتاعنا يا ولاد بيحتوي على بروتينات مختلفة زي ما حضرتك شايف كده. مثلا يا ولاد في عندنا بروتين اسمه الالبومين، صح؟ تعرفوا الكلام ده اكيد. وبروتين تاني اسمه الجلوبيولين، والجلوبيولين ده منه انواع كتيره، وفي اذر بروتين زي الفايبرينوجين اند اذر بروتين. خلاص، طيب جه دلوقتي واحد ليا المعمل وانا سحبت منه عينه الدم دي وفيها البروتينات المختلفه زي ما حضرتك شايف، والبروتينات دي موجوده في عينه الدم ومختلطه، والبروتينات المختلفه دي يا اولاد موجوده مع بعضها بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. طيب لو انا عايز افصل كل بروتين من دول يا اولاد على حده بحيث ان انا اقدر اقيم كل واحد، يعني اشوف كل واحد من دول نسبته زادت او نسبته قلت، ده موجود ده مش موجود اصلا، عايز كل واحد لوحده كده عشان اقدر اقيمهم. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ قالك احنا ممكن من خلال الموضوع اللي اسمه الالكتروفوريسيس او باستخدام التيار الكهربي اقدر افصل الحاجات دي عن بعضها. طيب ازاي بقى حضرتك هتعمل الكلام ده؟ قالك انا هقوم جاي واخد العينة بتاعت الدم دي يا اولاد واقوم جاي كاببها على ورقة حاجة زي يا اولاد المستطيل اللي انا بشاور لحضرتك عليه ده،
بتبقى زي ايه، جل كده او مادة كده مقاومة، بحيث ان انا اقوم جاي حاطط عليها البروتينات دي. خلاص يبقى احنا هنكب عينة الدم على الايه الميديا دي او على المكان ده كده. كويس. طيب تعالوا نبص كده، ده البروتين الاولاني مثلا، ده البروتين التاني، وده البروتين التالت. دي يا ولاد كده اسمها سبورتنج ميديا، نكتب عليها اهو، او جل. بتبقى يا ولاد زي مادة جيلاتينية كده، بحيث ان البروتينات دي تقدر تتحرك فيها زي ما هنشوف دلوقتي. طيب تعالوا كده نسأل بعض سؤال كده، لو انا جبت يا ولاد السبورتنج ميديا او الجل ده وقمت جاي غمسه كده في وسط يكون له مثلا يا دكاترة شحنة، والبفر ده يا ولاد اللي انا حطيت فيه السبورتنج ميديا، بفر ده يا ولاد يعني محلول له بي اتش معين، قمت جاي غامس السبورتنج ميديا في بفر او محلول يكون المحلول ده او البفر ده الكالاين، زي ما اتفقنا يا ولاد مع بعض من شويه صغيرين. البروتينات دي لو اتحطت في الوسط ده والوسط ده الكالاين، ايه نوع الشحنه اللي هتبقى موجوده على البروتين؟ كل البروتينات يا دكاتره هيبقى عليها شحنات سالبه. اتفقنا مع بعض من شويه كده ان البروتين لو اتحط في وسط الكالاين بيبقى عليه شحنه ايه؟ سالب. خلاص. طيب وبعدين بعد ما اعمل كده هعمل ايه؟ يبقى انا جبت السبورتنج ميديا بالبروتينات اللي اتحطت عليها دي، قمت جاي حاططها في بافر الكلاين، فالبروتينات هيبقى عليها شحنات سالبه زي ما حضرتك شايف كده. طيب لو انا يا اولاد قمت جاي مشغل بقى التيار الكهربي، حطيت زي ما حضرتك شايف هنا كده الانود اللي هو القطب الموجب، وهنا كده يا اولاد اللي هو الكاثود اللي هو القطب السالب، قمت جاي موصل كده مصدر للتيار الكهربي. طالما البروتينات دي يا شباب كلها عليها شحنات سالبة، يبقى هي كلها ولادها هتتجه ناحية انهي قطب؟ هتتجه ناحية القطب الموجب. التلاتة دول كده هيبدأوا يتحركوا ناحية القطب الموجب. خلاص هسيب التيار الكهربي يا ولاد شغال شوية، وبعدين هرجع له كمان ساعة كده مثلا تقريبا. طيب لو رجعت كمان ساعة هلاقي البروتينات دي اتحركت، صح؟ لان كلها انجذبت ناحية القطب الموجب. بس تعالوا اما نبص كده نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. هنرجع يا اولاد بعد ساعة نلاقي المنظر بالمنظر ده. معنى الكلام ده ايه يا اولاد؟ هما كلهم كل البروتينات دي كانت موجودة هنا كده، ده خط البداية اللي هما ابتدوا من عنده، وانا لما شغلت التيار الكهربي كلهم اتحركوا عشان عليهم شحنات سالبة، فكلهم اتحركوا ناحية القطب الموجب. بس واضح كده يا اولاد ان البروتين اللي فوق الكبير ده اتحرك مسافة صغيرة، والبروتين اللي تحته يا اولاد اللي في النص ده اتحرك المسافه دي، مشي كل ده، صح كده؟ والبروتين الاخير يا اولاد الصغير ده اتحرك كل المسافه دي. ايه السبب يا اولاد ان البروتين اللي فوق ده اتحرك المسافه الصغيره دي بس، وان اللي بعده اتحرك كل المسافه دي، وان الاخير اتحرك المسافه الكبيره جدا دي؟ الموضوع زي ما حضرتك شايف كده معتمد رقم واحد على السايز اللي هو الحجم. الاولاني ده يا ولاد البروتين ده لارج، تخين كبير، فما قدرش يجري غير الشويه الصغيرين دول، ده حجمه اصغر شويه فقدر يجري مسافه اكبر. الاخراني ده حجمه اصغر واحد فقدر يجري كل المسافه الكبيره دي. طيب ايه كمان؟ الحركة بتاعتهم يا دكاترة كانت معتمدة على التشارج، على الشحنة، صح كده؟ بص حضرتك كده البروتين الصغير اللي تحت ده عليه شحنات سالبة كتير جدا، فلما شغلت التيار الكهربي يا ولاد جري مسافة كبيرة قوي ناحية القطب الموجب، انجذب اكتر ناحية القطب الموجب. اللي فوقيه كان عليه شحنات اقل فانجذب ناحية القطب الموجب بس مش قوي، الاخير ده كان عليه شوية شحنات اقل بكتير فما انجذبش او ما اتحركش ناحية القطب الموجب غير المسافة الصغيرة دي. في النهاية يا ولاد او في نهاية الموضوع ده انا قدرت ان انا افصل التلاتة دول عن بعض، يعني ده بقى هنا والتاني ده بقى بعده والتالت ده بقى بعده. واضح كده يا اولاد ان انا قدرت اعمل فصل للتلاتة دول عن بعض. طب الفصل ده حضرتك استعنت بايه او استخدمت ايه عشان تفصلهم عن بعض؟ استخدمت التيار الكهربي، فعشان كده يا اولاد الموضوع ده بنسميه الالكتروفوريسز او الفصل الكهربي، اللي هي فصل البروتينات عن بعضها معتمدا او مستخدما على التيار الكهربي. طيب عرفنا ايه اللي بيحكم حركة البروتينات يا اولاد؟ اللي بيحكمها حاجتين، السايز الحجم بتاعتها، كل ما كان حجمه صغير كل ما هيبقى حركته اكبر،
والتشارج يا دكاترة اللي هي كمية الشحنات، كل ما كان عليه شحنات كتيرة كلما كان انجذابه للقطب المخالف أكتر. خلاص ماشي يا أولاد، دي فكرة كده عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الإلكتروفوريس. فلو حضرتك جيت قريت التعريف كده بتاع الإلكتروفوريسيس هتلاقي بيقول لك ده المايجريشن أو الحركة يعني بتاعة التشارج بارتكل الجزيئات المشحونة لو اتحطت في مجال كهربي وشغلت التيار الكهربي. طيب البرنسبل هتلاقي بيكلمك على نوع الشحنات الموجود على الامينو اسيد زي ما اتفقنا في الاسيدك الايزوالكتريك بوينت وفي الالكالين بي اتش، وهتلاقي بيقول لك ان الدي ان ايه دايما بيكون عليه شحنه سالبه فعشان كده الحركه بتاعته بتبقى معتمده فقط على الحجم، مفيش فرصه ان يبقى عليه شحنه موجب او سالب، لا هو سالب على طول مفيش اختيارات تانية. ماشي يا دكاترة كده خلاص. طيب لو عايزين نتكلم بعد كده برضو على عنوان سهل اسمه Component of Electrophoresis، مكونات جهاز الإلكتروفوريس هو بيتكون من ايه، تعالوا كده اما نبص. طيب تعالى نعدهم كده مع بعض. الحاجة الأولانية يا ولاد اتفقنا ان احنا بنحتاج إلكترود يعني بنحتاج مصدر للتيار الكهربي وقطب موجب وقطب سالب. هنا كده يا ولاد بيكون في اللي هو المصدر للتيار الكهربي ده الرقم اتنين اهو هنسميه الدايفنج فورس، ده مصدر للتيار الكهربي. في كمان عندنا الالكترود. طيب اتفقنا يا شباب ان الحاجه اللي احنا بنحط عليها العينه اللي هي دي يا اولاد اللي احنا كنا بنرسمها شكلها مستطيل فوق في الرسمه دي، دي اسمها رقم 3 سبورتنج ميديا. السبورتنج ميديا دي يا اولاد عاده بتكون جيل يعني ماده ما هياش صلبه علشان البروتينات تقدر تتحرك فيها تجري فيها كده تمام، ده زي الجيلي كده بنقول عليها جيل. خلاص الرقم أربعة قلنا ان احنا بنستخدم البفر، والبفر ده لو تفتكروا معايا فايدته ان هو بيتحكم في شحنة البروتين، يعني احنا فوق كده كنا عايزين بروتين عليه شحنات سالبة فاكرين، فكنت بقوم جاي حاطط البروتين في وسط الكلاين وسط قاعدي، لو كنت عايزه عليه شحنة موجبة كنت هحطه في وسط اسيدك صح كده، يبقى البفر ده هو اللي بيتحكم لي في نوع الشحنة الموجودة على البروتين. خلاص طيب رقم خمسة واوعى تنساها ان انا لازم هستخدم السامبل اللي هي العينه بتاعتي اللي انا عايز افصلها صح، مش انا لازم اجيب سامبل عينه وفيها بروتينات عشان افصلهم عن بعض تمام. يبقى كده يا اولاد المكونات بتاعه الجهاز الخمس حاجات، الالكترود ده اللي هو او الدايفنج فورس مصدر للتيار الكهربي، وعندنا السبورتنج ميديا اللي هي الحاجه اللي بيتحط عليها العينه، والسامبل، وعندنا البفر اللي هو بنتحكم فيه بشحنه او البروتين او نوع الشحنه اللي البروتين بيحمل. دي اولاد رسمه لشكل الجهاز بتاع الالكتروفوريسيس، ده كده اولاد مصدر التيار الكهربي، شوف طالع منه اسلاك اهي، هنا القطب الموجب وهنا القطب السالب، وهنا كده اولاد بيتحط الجل اللي بيجري عليه العين. خلاص شايفين اولاد الطبق بيبقى زي طبق غويط كده، يتحط السبورتنج ميديا بحيث يبقى البفر محوطه من كل حته زي ما يكون بيتغمس فيه كده، مش احنا قلنا بنغمس السبورتنج ميديا في البفر ده عشان يتحكم لي بشحنه البروتين. خلاص كده دكاتره. طيب المكون الخامس يا اولاد من مكونات الالكتروفوريسيس وده اسمه الديتكتنج سيستم. كلمه ديتكتنج سيستم بالعربي يعني نظام للكشف، وده نقصد بيها يا اولاد الصبغه اللي احنا بنستخدمها، يعني البروتينات دي زي ما انتم عارفين كده في الهيستولوجي اللي هتبقى موجوده دي انا مش هقدر اشوفها كويس الا لو ايه صبغتها بصبغه معينه، فاحنا عندنا اولاد صبغات مختلفه انا جايب لحضرتك صور ليهم دول. الاولانيه دي يا اولاد زي ما حضراتكم شايفين بيبقى لونها احمر كده، ودي اسمها يا اولاد بانسوريد. البانسوريد ده دكاتره بيستخدم لان احنا هنعمل بيه ستيننج للهيموجلوبين، لو العينه بتاعتنا هيموجلوبين بنستخدم لها البانسوريد تمام. طيب تاني صوره دي يا اولاد وده اقدم صبغه بتستخدم واسمها كده كوماسي بلو زي ما حضرتك شايف كده ايه لونها ازرق. الصبغه التالته دي يا ولاد ودي اسمها ايثيديوم برومايد، والايثيديوم برومايد ده دكاتره بيستخدم بالتحديد للعينات بتاعه الدي ان اي زي ما حضرتك شايف كده، بص كده الدكتور اهو ده الجل وعليه العينه بتاعه الدي ان اي وصبغها بالصبغه دي اللي اسمها ايثيديوم برومايد. الايثيديوم برومايد ده يا ولاد ده ميزته ان زي ما انت شايف كده في الصوره لما بيتعرض للالترا فايلوت لايت الاشعه اللي فوق البنفسجيه بيحصل له فلوريسنت. فلوريسنس ده يعني ايه؟ يعني بيتوهج كده تحس ان في لون ايه فسفوري كده متكون، الدنيا هي كلها ضلمه والدكتور معرض الجل ده للالترا فايلوت للاشعه فوق البنفسجيه تبدا الحتت او الاماكن اللي فيها الدي ان ايه تبان بلون فسفوري
او مضيء كده اللي انا ايه رسمها لك الصورة اللي موجودة تحت ايه هنا دي كده. خلاص ماشي يا اولاد، يبقى دول الثلاث صبغات اللي احنا بنستخدمهم. الاولانيه اسمها بنسوريد، ودي بتستخدم خاصة للهيموجلوبين، والكوماسي بلو، ودي بتستخدم للعينات العادية يعني، والإيثيديوم بروميد، وده بيستخدم للدي ان ايه، ودي صبغة فلوريسنت اندر الترا فايلوت لايت. خلاص، في بعض الصبغات الأخرى المستخدمة يا ولاد زي صبغة سمعتوها في الهيستولوجي اسمها سيلفر ستين، وفي صبغات أخرى زي الراديو أكتيف ستين، بتبقى صبغات بنستخدم فيها مواد مشعة، والانزيم ستيننج بنستعين فيها ببعض الانزيمات. دي مش عايزين منها تفاصيل كتيرة لان هي يعني مش مشروحة عندكم يعني. خلاص يا اولاد، الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ده اصلا سيكشن لوحده، الدكتوره ده ان شاء الله تشرحه لكم، هتعرفوا فيها الصبغه دي وبنستخدمها في ايه بالظبط وتفاصيل كتيرة يعني. تمام، لو جه سأل حضرتك كده قال لك الريت اوف مايجريشن، يعني معدل يا اولاد الحركه بتاعت الجزيئات في الالكتروفوريسيس بتعتمد على ايه؟ يعني ليه يا اولاد في بروتين ممكن يتحرك مسافه صغيره، وبروتين تاني مسافه اكتر، وبروتين تالت يتحرك مسافه اكبر؟ ليه البروتينات مش بتتحرك مسافه قد بعضها لما شغل التيار الكهربي؟ ده سؤال اللي جاوبناه من شويه. قلنا رقم واحد يا اولاد الموضوع اهو بيعتمد على السايز، طبعا كل ما كان الحجم اصغر زي اللي تحت ده كل ما كان سرعته اكبر او حركته اكبر. طيب تاني حاجة برضو اولاد اتكلمنا عنها هي التشارج، الشحنة، كل ما كان في شحنات كتيرة زي ده كده عليه شحنات سالبة كتيرة اهو، هيتحرك كتير او هينجذب اسرع ناحية القطب، بالموجب يبقى تاني حاجة التشارج. طيب رقم تلاتة برضو اولاد اللي هي النوع بتاع السبورتنج ميديا او النوع بتاع الجل ده، في بعض هنتكلم ان شاء الله على النقطة دي كمان شوية صغيرين كده بالتفصيل. في بعض انواع السبورتنج ميديا دي يا اولاد الجل ده بيكون حركة البروتينات عليه سريعة بيسهل حركة البروتينات، وفي انواع تانية بتكون حركة البروتينات عليها صعبة جدا او بطيئة، زي انت كده لو ماشي بالعربية بتاعتك، لو ماشي على ارض مثلا متكسرة وفيها طوب وزلط ومش عارف ايه مش هتبقى قادر انك تمشي بسرعة. طب لو الارض اللي انت ماشي عليها دي متسفلتة كويس هتجري عليها بسرعة صح، مع ان انت نفس الشخص بنفس العربية. برضو البروتينات دي يا اولاد الحركة بتاعتها ما بتبقاش واحدة، الحركة بتاعتهم بتبقى مختلفة طبعا لنوع الارض اللي هم ماشيين عليها، السبورتنج ميديا اللي هم ماشيين عليها. خلاص، طيب رقم اربعة اولاد البفر اللي احنا بنستخدمه، البفر ده اولاد المية دي بتسهل حركة البروتينات. طيب وده اولاد او كمية البفر ده بتعتمد على اسمع كده الالكتروفوريتيك تمبريتش، بمعنى ايه هفهمك حاجة. لو انا اولاد مستخدم هاي تمبريتشر درجة حرارة عالية، ده هيعمل ايه يا اولاد في يعني لو انا كنت جاي عامل التيار الكهربي ده معليه على الاخر، درجة الحرارة العالية دي يا اولاد المتولدة من التيار الشديد ده هتعمل ايه في البفر ده؟ هتعمل له ايفابيوريشن صح؟ هتبخره، تخلي المية دي تتطاير، يوم البروتين يا اولاد ده ما يلاقيش مية كفاية يتحرك فيها فتبقى حركته بطيئة. بالعكس لو انا مستخدم درجة حرارة معقولة يعني شدة تيار مناسبة، البفر ده هيفضل موجود، يقوم البفر ده يمثل زي المية كده تخلي حركة البروتينات ايه بس. خلاص كده يا دكاترة اتفقنا. خلاص يا شباب دول خمس عوامل بيتحكموا في حركة البروتين زي ما قلنا كده مع بعض. طيب بعد كده يا شباب بيوصفوا الالكتروفوريسيس ده، بيقول عليه ان هو نوعين، نوع كوانتيتيف ونوع كواليتيف. evaluation of electrophoresis يا دكاترة يعني انا عايز اقيم يا اولاد نتيجة الالكتروفوريسيس اللي طلعت معايا دي، يعني انا جبت عينة دم زي ما اتفقنا كده مثلا وفصلت البروتينات بتاعتها وعايز اقيم النتيجة بتاعتي، انا ممكن اقيمها بشكلين. الشكل الاولاني ده دكاترة بنسميه qualitative، بالعربي طبعا يا دكاترة كلمة qualitative دي يعني نوعي، يعني انا قدرت افصل البروتينات الموجوده في البلازما الى البومين وجلوبيلين والانواع المختلفه اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، واحد اتنين تلاته اربعه دي خمسه، خمس انواع اهم زي ما موجودين قصادي في الرسمه، قدرت اعرف كل نوع. طيب هل من خلال الرسمه دي يا دكاتره او لو النتيجه طلعت لي بالمنظر ده كده انا اقدر احدد بالظبط
كمية كل بروتين قد ايه؟ لا طبعا، يعني انا خلاص عرفت الانواع المختلفة، لكن مش عارف مين كتير ومين قليل، انا عرفت انواعهم او اسمائهم. فالطريقة التانية يا ولاد اسمها ايه بقى، ودي مهمة جدا، quantitative. كلمة quantitative يا دكاترة بالعربي يعني كمي، يعني اقدر اقول يا ولاد كل نوع من انواع البروتينات دي كميتها قد ايه بالظبط. وهم جايين واخدين يا ولاد الجل بتاع الالكتروفوريسز، النتيجة اللي طلعت معايا دي زي ما حضرتك شايف، وبقوم جاي مدخلها في الجهاز ده. الجهاز ده يا ولاد اسمه كده، اسمه دين سيتو ميتر. كلمة ميتر يا شباب يعني مقياس، صح كده، ودينسيتي يعني كثافة او كمية. مقياس للكثافة او مقياس للكمية يعني ايه؟ يعني انا بقوم جاي مدخل عليه النتيجة بتاعت الالكتروفوريسيس، بيبقى زي ماسح ضوئي كده يقدر يقول لي البروتين الاولاني ده كميته كذا، البروتين التاني ده كميته كذا، البروتين التالت ده كميته كذا، ويطلع لي يا شباب رسم بياني زي اللي حضرتك شايفه. مثلا لو انا دخلت النتيجة دي في الجهاز بتاع الدنسيتوميتر هيطلع لي الرسم البياني ده، ده مثلا اول واحد الالبومين. يبقى انا من خلال الرسمة دي كده قدرت اعرف ان البروتين اللي اسمه الالبومين ده اكتر كمية موجودة. طب البروتين اللي بعده كميته اقل، طب اللي بعده اكتر شوية، طب اللي بعده اكتر شوية. اقدر اعرف كل نوع من الانواع اللي موجودة، هنعرف اسمائهم دلوقتي حالا، كميته قد ايه بالظبط. التقييم ده ولاد اسمه كوانتيتيف يعني كمي، بعرف نوعية او سوري كمية كل نوع قد ايه باستخدام الجهاز اللي هو اللي اسمه الدنسيتو ميتر اللي بيقيس لي كثافة او كمية كل نوع من الانواع دي قد ايه. خلاص كده يا شباب تمام. طيب طيب بالنسبة أولاد للسبورتنج ميديا، احنا اتفقنا ان السبورتنج ميديا اللي هي الحاجة اللي بيتحط عليها العين. كانوا زمان يا أولاد بيستخدموا حاجة اسمها بيبر، الكتروفوريسيس بيبر، يعني بيحطوا العينة دي على ورقة. طيب الورقة دي كانت بتبقى مصنوعة من ايه؟ حاجة من الاتنين. يعني بص يا ولاد دي كده مش العينة، قلنا ان هي بتجري على حاجة معينة، الحاجة اللي بتجري على العينة دي اسمها سبورتنج ميديا. كانت الاول بتبقى ورق، يعني كانت بتبقى مصنوعة ساعات من الفلتر بيبر، عارفين ورقة الترشيح اللي هي زي الورق اللي بيستخدموه ساعات في المطبخ ينشفوا بيه الزيت او اللي بينشفوا بيه الحبر والكلام ده اللي هو المنظر ده كده، كانت فلتر بيبر. دي اقدم حاجة مستخدمة كسبورتنج ميديا. طيب هل السبورتنج ميديا دي يا ولاد كانت حاجة مناسبة كسبورتنج ميديا؟ طبعا لا. ليه بقى؟ بص حضرتك كده، طبعا العينة يا ولاد او البروتين زي ما انت شايف كده ايه بينتشر على الورقة بالمنظر ده كده، مش ايه مش محدد يعني. دي كده اولاد العينات في الميديا السبورتنج ميديا الكويسه، لكن الفلتر بيبر العينه زي ما تكون بتفرش عليها كده بالمنظر ده. فكان من عيوبها، تعالوا كده اما نكتب تحتها رقم واحد، ان زي ما حضرتك شايف نو كلير سيباريشن، يعني مش قادر افصل البروتينات عن بعضها بشكل واضح. يعني ما اقدرش على العينه دي مثلا اقول ان ده البروتين الاولاني وده التاني وده التالت، لا تحس ان كله ايه داخل في بعضه كده بالمنظر ده، وانا اصلا عامل الموضوع عشان افصلهم عن بعض. يبقى نو كلير سيباريشن يعني مش مفصولين عن بعض كويس. طيب ليه بقى يا اولاد؟ علشان بيحصل حاجه اسمها ادزوربشن. ادزوربشن دي يعني ايه؟ يعني زي ما حضرتك شايف كده البروتين بيفرش على العينه بالمنظر ده. طيب تاني حاجة يا ولاد، لونج سيباريشن تايم، يعني عشان البروتينات تنفصل عن بعضها شوية كده زي ما انت شايف كان الموضوع بياخد ايه ساعات يعني. طيب تاني حاجة استخدمت يا ولاد ودي احسن بقى شوية، بيبر برضو ورق بس احسن شوية من الفلتر بيبر، اسمها ايه؟ سيلولوز اسيتيت. تمام كده، السيلولوز اسيتيت دي يا ولاد قدرت تتغلب الميديا دي على العيوب اللي موجودة في الفلتر بيبر. يعني زي ما حضرتك شايف كده اهو في كلير سيباريشن، زي ما حضرتك شايف بص كل بروتين اهو مفصول عن التاني بشكل واضح جدا، ما هماش داخلين في بعض ولا حاجة، الدنيا واضحة خالص ان ده لوحده وده لوحده وده لوحده. طيب تاني حاجة شورت تايم، يعني ما بتاخدش وقت طويل كده اولاد زي الايه زي الفلتر بيبر، لا الموضوع سريع تقريبا within one hour يكون البروتينات اتفصلت عن بعض. خلاص كده. طيب تالت حاجة بقى اولاد استخدمت، واحنا بدأنا بعد كده نستخدم حاجة بقى اسمها جل. جل ده يعني ايه يا اولاد؟ زي ما انت شايف كده دي السبورتنج ميديا بتبقى عباره عن ماده جيلاتينيه كده زي ما انت شايف، جل جيلي، والعينه بتجري جواها بقى زي ما انت شايف كده اللي الدكتور ماسكها دي. خلاص، فاول حاجه استخدمت في تحضير الجل هو الستارش، ستارش جل. طيب ايه عيوب يا اولاد الستارش؟ اول حاجه ان هو ديفيكالت في البريبريشن بتاعه، تحضير الميديا من الستارش كانت حاجه صعبه،
وتاني حاجة ان هو ايه very fragile، يعني هش، يعني قابل للكسر. يعني لك ان تتخيل ان الميديا دي هتبقى مصنوعة من النشا الستارش، فايه كانت بتتكسر كده، عارفين حاجات اللي هي بتبقى رؤية وممكن تتكسر. طيب بيستخدم بقى دلوقتي يا اولاد الحاجتين دول، ودول بيستخدموا كويس جدا. حاجة الاولانية اسمها اجاروس جيل، والاجاروس ده يا اولاد لو حضرتك بصيت عليه تحت الميكروسكوب هتلاقي حجم السبورتنج ميديا الفراغات بينها صغيرة. فالاجاروس ده يا اولاد، سوري انا اسف، الاجاروس ده ولاد حجم البورز او الفراغات اللي موجودة في الميديا دي لارج. فالاجاروس ده دكاترة مناسب لفصل العينات اللي حجمها كبير، لارج مولكيولز. يعني لو في اولاد عينه حجمها كبير تقدر تتحرك في وسط الجل ده كويس جدا، زي مثلا لارج دي ان ايه فراجمنت، زي البروتينز، بلازما بروتين زي ما هنشوف دلوقتي، زي الايزو انزيم هنتكلم عنها حالا برضو حالا دلوقتي. فالحاجات اللي حجمها كبير تقدر تتحرك على الاجاروس جيل ده ايه كويس. طيب اخر سبورتنج ميديا يا ولاد اسمها كده بيج بولي اكرايل امايد جيل، بولي اكرايل امايد جيل الكتروفوريسيس. ودي يا ولاد طبعا السايز بتاع البورز اللي موجودة فيها سمول، فدي مناسبة للسمول سايز مولوكيول، العينات اللي هي حجمها ايه صغير تقدر تتحرك فيها كويس. كل ما كان يا ولاد السبورتنج ميديا فراغات فيه كبيرة زي الاجاروز تقدر الجزيئات اللي حجمها كبير تتحرك فيه، لو حجم الجزيئات الفراغات بينها صغير تقدر ايه تتحرك في البولي اكرال امينجل ده كويس. خلاص كده يا دكاتره تمام. طيب اخر حاجه اولاد هنتكلم عنها حاجه اسمها اس في اي، اللي هو سيروم بروتين الكتروفوريسيس. يعني لو انا خدت عينه دكاتره من البلازما بتاعت اي حد فينا او من السيروم بتاع اي حد فينا، وبدات افصل البروتينات بتاعته، البروتينات اللي موجوده في اي حد فينا هتطلع كام نوع؟ هتطلع ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة، خمس انواع. خلاص طيب زي ما حضرتك شايف الرسمة دي يا اولاد مهمة تيجي كتير في الامتحانات، انا مرتبهم يا اولاد من عند القطب الموجب اللي هو الانود الى القطب السالب اللي هو الايه الكاثود. طيب طالما هم بصوا يا اولاد العينة كانت بتتحط هنا كده ناحية عند الكاثود، واتجاه الحركة بيبقى كده بالمنظر ده تمام. طالما يا اولاد كلهم اتحركوا ناحيه الانود ناحيه القطب الموجب، يبقى العينات دي دكاتره كلها كان عليها البروتينات دي كان عليها شحنات ايه سالبه، صح كده؟ طالما اتحركوا ناحيه القطب الموجب يبقى كلهم سالب. معنى الكلام ده يا اولاد ان انا عامل الالكتروفوريسيس ده في الكالاين بي اتش، صح؟ حوالي 8.3. طالما اولاد البي اتش الكالاين يبقى زي ما اتفقنا في اول موضوع خالص، يبقى البروتينات دي هيبقى عليها شحنات سالبه وبالتالي هتتحرك ناحيه القطب الموجب اللي هو الايه الان. طيب زي ما شايفين كده اولاد البروتينات مقسومه لخمس انواع. طيب الاولاني ده اول واحد ده اللي هو الايه الالبومين، وزي ما حضرتك شايف الواحده من دي اولاد بنسميها باند، الباند بتاعه الالبومين عريضه، معنى كده ان الالبومين ده اكتر بروتين موجود في الدم واحنا عارفين اصلا الحكايه دي. طيب بعد كده في حاجه اسمها الفا واحد الفا اتنين وبيتا وجاما. طيب الفا واحد والفا اتنين وبيتا وجاما الاربعه دول تبع ايه؟ تبع الجلوبيولين. يبقى الجلوبيولين اولاد في الالكتروفوريسيس بيتقسم الى اربع انواع، والنوع الاولاني ده اللي هو الايه الالبومين تمام. فبيجي كده في الامتحان ممكن يقول لك ارسم لي رسمه السيروم بروتين الكتروفوريسيس مترتبين من عند الانود الى الكاثود، هرسم اول واحد الالبومين الفا واحد الفا اتنين وبيتا وجاما بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ومعموله طبعا زي ما اتفقنا في الكالاين بي اتش عشان يقدروا يتحركوا كلهم ناحيه الان. طيب دي برضو اولاد الرسمه بتاعت الدنسيتوميتر اللي هي بتوضح لي كميه كل نوع، فاكرين اكتر واحد بص موجود الالبومين الفا والبيتا والالفا واحد الفا اتنين وبيتا قليلين شويه، والجاما برضو كميتها ايه عاليه شويه بالمنظر اللي حضرتك شايفه. خلاص ماشي يا دكاتره كده اتفقنا. اخر حاجه دكاتره هنتكلم عنها حاجه يا اولاد اسمها سيرم ايزو انزيم، هنتكلم عن حاجه دكاتره مع بعض اسمها ايزو انزيم. طيب ايه معنى كلمه ايزو انزيم؟
طبعا الدكاترة الكلمة دي حضراتكم سمعتوها في الشابتر بتاع الانزيم، اللي هو الانزيم الواحد يا دكاترة، كل واحد من الانزيم ده بيبقى له اكتر من صورة. يعني زي ايه؟ تعالى ما افكرك كده عشان لو انت ناسي. كان عندنا اولاد انزيم اسمه سي بي كي، او بيقولوا عليه الكرياتين كاينيز، تمام؟ طيب ده انزيم اسمه كرياتين فوسفو كاينيز، او سي كي كرياتين كاينيز. طيب الانزيم ده دكاتره موجود في جسم الانسان، تمام كده، ومنه في جسم حضرتك ثلاث انواع. هو الانزيم ده منه ثلاث انواع، نوع دكاتره موجود في البرين، ونوع موجود في المصل، ونوع موجود في الهارت. يبقى هو موجود في ثلاث حتت. النوع اللي موجود في البرين يا اولاد بيقولوا عليه بي بي، يعني عباره عن وحدتين، الوحده فيهم اسمها بي، يبقى هو اسمه كده بي 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 عشان موجود في البرين. طب بتاع المصل بيقولوا عليه كده ام ام، وحدتين برضو بس اسمهم ام. بتاع الهارت بقى واخد وحده من ده وواحده من ده، يعني اسمه كده ام بي. فاحنا عندنا منه ثلاث انواع، بتاع البرين بي بي، بتاع المصل ام ام، وبتاع الهارت اسمه ايه ام بي. خلاص. طيب عايزين نسال حضراتكم كده سؤال، لو انا جيت يا ولاد عند اي حد طبيعي فينا ما عندوش اي مرض ولا اي مشكلة خالص، دورت في البلازما، يبقى انا هاخد عينة دم بقى دلوقتي وادور على الكرياتين كاينيز ده، هلاقي انه نوع من التلاتة موجود؟ عايز حضرتك تطلع معايا كده بعد اذنك على تبص على الرقم 8 دي كده، ده بني ادم نورمال طبيعي. شوفوا كده، ده الام ام اهو، اول واحد اللي تحت ده، واللي جنبه ام بي، والتالت ده بي بي. ها في الشخص رقم 8 يا ولاد، بصوا قصاده كده، معلمين على انهي واحده؟ على الاولانيه دي، اللي هي ايه يعني؟ هي الام ام. معنى كده يا ولاد ان في الثلاث انواع دول النوع الوحيد الموجود في الدم هو ايه؟ هو ده الام ام. يبقى انا لو جيت عند شخص زي رقم 8 ده، لقيت عنده الام ام ده، هو اهو مش هقول على الام ام، يبقى ده شخص ايه؟ نورمال، ما عندوش اي مشكله. طيب معلش اطلع كده معايا على رقم 4، تعال نبص عليه كده، ده بني ادم رقم 4 اهو. بص كده سيادتك، معلم لي برضو نقطة كده عند مين؟ عند الام ام برضو، يبقى ده بني ادم ايه؟ طبيعي. طيب بص حضرتك بقى على رقم 5 او 6 او 7، اي واحد من الثلاثة دول، ايه رأي حضرتك؟ معلم لي نقطتين، نقطة عند الاولاني اللي هو الطبيعي الام ام، بس في نقطة زيادة عند مين؟ عند ده كده اللي هو مين يا دكاترة؟ اللي هو الام بي. طيب الام بي ده قلنا بتاع الهارت، طب ايه اللي يخلي يا اولاد انزيم موجود في الهارت ينزل في الدم؟ مرض يا دكاترة سمعنا عنه، سمعناه اعتقد، اسمه مايوكارديال انفارشن، اللي هو موت في عضلة القلب. يبقى انا يا اولاد لو جات لي الرسمة دي في الامتحان، هبص على الشخص اللي هو معلم لي عليه، يعلم لي على اي واحد من دول كده، لو لقيت موجود عنده نقطة واحدة بس عند ام ام يبقى ده طبيعي، لقيت موجود عند ام بي يبقى ده عنده ايه؟ مايوكارديال انفارشن. يعني لو عايزين تعرفوا الحكاية دي، بص كده الشخص رقم 1 ده معلم لي علامة اهو عند ام ام، ده الطبيعي اللي موجود في اي حد فينا، وده بقى الام بي اللي هو بتاع المايوكارديال انفاركشن. عايزك كده تقارن رقم 1 برقم 5، ايه رأي حضرتك؟ رقم 1 يا اولاد عنده الام بي اهي اللي هي تاني واحدة دي، ورقم 5 بص كده عنده اهو ام بي برضه اهي. طيب مين فيهم يا اولاد اكتر؟ رقم 1 الام بي كبيرة، ورقم 5 الام بي دي صغيره شويه، يعني قلت. شوف ده ريسنت، ريسنت يعني المايوكارديال انفاركشن لسه حاصل من شويه صغيرين، لسه حصل النهارده، فكميه الانزيم عاليه قوي. لكن لو استنيت عليه، بص كده رقم 5 ده 2 دايز افتر انفاركشن، استنيت عليه يومين، نسبه الانزيم هيحصل لها ايه؟ هتقل. خلاص دي يعني مش مهمه قوي بس اعرفها وخلاص. ماشي كده دكاترة، الرسمة دي سهلة بتاعت الكرياتين كاينيز. طيب تاني ايزو انزيم اولاد عندنا انزيم دكاترة اسمه ال LDH او لاكتيت دي هيدروجينيز، لاكتيت دي هيدروجينيز. خلاص. طيب ده انزيم اولاد برضو موجود في الجسم، بس المرة دي منه 5 انواع. يبقى الكرياتين كاينيز كان 3 بس، لا اللاكتيت دي هيدروجينيز ال ال دي اتش منه دكاتره 5 انواع زي ما حضرتك شايف. طيب النوع اولاد رقم 1 موجود في الهارت، والنوع رقم 5 موجود في الليفر، وموجود في المصل، تمام. طيب
دلوقتي يا اولاد تعالوا نبص كده على الرسمة اللي موجودة عندنا دي. بص حضرتك كده معايا. رقم 8 ده دكاترة يعتبر نورمال. طيب حضرتك عرفت منين ان هو نورمال؟ قال لي الطبيعي، بص كده قصاد رقم 8، ان انا الاقي ال LDH رقم 1 والاقي 2 والاقي 3 والاقي 4 والاقي 5، يعني الاقي الخمس انواع موجودين في الدم، بس الاقي اكتر واحد اولاد موجود هو رقم 2. يبقى انا لو بصيت على شخص اولاد زي ده كده اللي انا بشاور لك عليه، عنده الخمسة LDH بس اكتر واحد موجود اتخن واحد فيهم هو رقم كام؟ 2، يبقى ده شخص نورمال، ده طبيعي، ده ما عندوش اي مشكلة. تمام. طيب يبقى انا هبص على ال LDH، لو كلهم موجودين بس اكتر واحد هو رقم 2 يبقى ده نورمال. طيب بص كده حضرتك معايا على الحالة رقم 1 دي، تعال نعلم عليها كده اهو، ده الشخص اولاد اللي هو بيقول لي ده رقم 1، بني ادم رقم 1. طيب عنده الخمسة دي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، بس مين اكتر نوع موجود؟ بص حضرتك كده اهو، ده النوع اللي هو رقم 1، ده واضح ان ده اكتر نوع فيهم موجود. هو رقم 1 ده فكرني كده معلش، كان بتاع مين؟ كان بتاع الهارت. ايه اللي يزود يا اولاد الانزيم بتاع الهارت في الدم؟ مرض برضو اسمه مايوكارديال انفاركشن. يبقى انا لو لقيت رقم 1 هو اللي زياده دكاتره، يبقى العيان ده يا اولاد عنده مايوكارديال انفاركشن. طيب معلش انزل بسرعه معايا كده على رقم 4 اهو، ده كده الشخص رقم 4، بص كده مرسوم قدامه ايه؟ موجودين يا اولاد كلهم 1 و2 و3 و4 و5، بس اتخن واحد هو رقم 5. فكرني كده، هو 5 ده كان بتاع مين؟ 5 ده كان بتاع الليفر او المصل. يبقى الشخص ده يا اولاد عنده مشكله في الليفر، هقول ان الشخص ده عنده ليفر دامج، صح كده؟ يبقى انا هبص يا اولاد من الاخر بقى في العينه بتاعت ال LDH بعيني كده، لو لقيت رقم 2 هو اللي زايد يبقى ده نورمال، لقيت 1 هو اللي كبير يبقى ده مايوكارديال انفاركشن، لقيت 5 هو اللي كبير يبقى ده ليفر دامج. طيب تعالى كده اما نختبركم كده نشوف هتعرفوا ولا لا. بص كده معايا على رقم 5، بصوا قصاده كده. ها ايه رايك؟ رقم 5 اهو دكاتره الخمسه موجودين، مين اكتر واحد؟ حد شاطر يعرف يقول لي مين اكتر واحد؟ اهو رقم 5، ومين اكتر واحد في الخمسه دول موجود؟ رقم كام؟ رقم 1. يبقى العين ده حد شاطر يعرف يغششني؟ يبقى ده عنده مايوكارديال انفاركشن. تمام. طيب تعالى كده لرقم 7، دي صعبه شويه. اهي بص رقم 7، بص قصاده كده. ايه رايك؟ الخمسة موجودين. تمام. طب مين الكبار؟ العيان ده ولاد عنده رقم 1 كبيرة ورقم 5 كبيرة، الاتنين كبار، يبقى العيان ده عنده مايوكارديال انفاركشن with liver congestion، يعني عنده مشكلة في الهارت وعنده مشكلة في الليفر كمان. طب رقم 6، حد شاطر يعرف يقولها لي؟ اهي رقم 6، بص قصادها كده الاقي رقم 1 2 3 4 5. طب مين اكتر واحد في الخمسة؟ رقم 1، يبقى العيان ده عنده ايه دكاترة؟ مايوكارديال انفاركشن. ماشي كده دكاترة، يبقى لو لقيت واحد بس اللي زايد يبقى مايوكارديال انفاركشن، خمسة بس اللي زايد ليفر دامج، رقم 1 ورقم 5 زي الحالة بتاعت رقم 7 دي، يبقى العيان ده عنده مايوكارديال انفاركشن with liver congestion. خلاص كده يا ولاد، اتمنى تكونوا استوعبتوا السكشن ده، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يتبقى لنا يا ولاد جزء بسيط اسمه كلينيكال ابلكيشن، اللي هو بالعربي التطبيقات الطبية بتاعت الايه؟ بتاعت الالكتروفوريسيس. احنا طبعا كنا اتكلمنا عن الايزو انزيم، فاحنا دلوقتي هيبقى تركيزنا الاكبر يا ولاد على ثلاث امراض. المرض الاولاني اسمه نيفروتيك سندروم، والمرض الثاني يا ولاد اسمه ليفر سيروزس، او ممكن بنقول عليه كرونيك ليفر ديزيز. والمرض الثالث يا ولاد اسمه مالتيبل مايلوم، مالتيبل مايلوما. الثلاث امراض دول يا ولاد احنا هنتكلم عنهم دلوقتي، هنشوف التغيرات اللي بتبقى موجوده فيهم في الشخص الطبيعي والشخص المريض. تعال نشوف كده.
تعالوا اما نبص يا اولاد على المرض ده الاولاني ده اللي هو اسمه نفروتيك سندروم. كلمة يا اولاد نفروتيك سندروم يعني شخص عنده نفرون، مشكلة في الكلى. طيب ايه يا اولاد مشكلة المرض ده؟ بص حضرتك كده معايا. المريض ده يا اولاد بيبقى عنده مشكلة في الكلى، الكلى بتبقى بايظة ايه، بحيث ان هي بترمي الالبومين والجاما جلوبيولين في اليورين، اللي هي الاجسام المضاده بترميها في اليورين والالبومين بيترموا في اليورين. فالاتنين دول يا اولاد لما يترموا في دول كده نازلين في اليورين. حد شاطر يعرف يا اولاد نسبه البلاد البومين او الجاما جلوبيلين، نسبه الجاما جلوبيلين ونسبه الالبومين الموجوده في الدم بقى هيحصل لها ايه؟ طبعا هتقل. طبعا خلاص انا عمال ارمي الحاجات دي في اليورين فطبيعي نسبتها في الدم هتقل. يعني حضرتك تعالى بص معايا على الرسمه دي كده، ادي شايف، ادي يا اولاد الالبومين الاصفر ده اللي هو الطبيعي، الخط المتقطع ده اللي هو الشخص المريض بتاع النفروتك سندروم. ايه راي حضرتك؟ ادي اول حاجه انا ملاحظها ان الالبومين قل، صح كده يا اولاد؟ باينه اهي، تمام. طب بص كده على الجاما جلوبيلين اهي، شايف ده الاصفر اللي فوق ده اللي هو الطبيعي، والمنقط ده اللي هو المريض، برضو الجاما جلوبيلين دكاتره حصل لها ايه؟ قلت، صح كده دكاتره؟ تمام. يبقى عندي حاجتين في الرسمه قالوا، اول واحده واخر واحده هي عشان ما ننساش. يبقى الجاما جلوبيلين قلت اهي، والالبومين هو كمان قل، تمام، عظيم جدا. طيب ايه بقى اللي حضرتك ملاحظه؟ ملاحظ حاجه غريبه قوي، اللي في الوسط ده ولاد الفمو الفا 2 جلوبيلين. انا ملاحظ المنقط ده اللي هو بتاع المريض، شوف زايد اهو لفوق، يا نهار ابيض. ايه السبب في الحكايه دي؟ ما يعرفوش. لو يا ولاد ان هذا المريض بتبقى نسبه الالفا 2 جلوبيلين عنده بتبقى انكريزد، بتبقى زياده، والسبب يا ولاد غير معلوم، يعني هو ما يعرفوش ايه اللي عامل كده. خلاص يا ولادي، يبقى المرض ده نفروتيك سندروم ده فيه ثلاث تغيرات، هيجي في الامتحان يجيب لك الصوره دي يقول لك دي بتدل على ايه او انت ملاحظ فيها ايه. اقول له انا ملاحظ ان ده مرض، طبعا تشخيصه نفروتيك سندروم. عرفت منين؟ قال له عرفت ان الالبومين قليل والجاما جلوبيلين قليله والالفا 2 ماكرو جلوبيلين ايه زياد، دول قليلين عشان بيترموا في اليورين، وده زياده ليه؟ الله اعلم، ما نعرفش. خلاص طيب تعال نبص على الرسمه الثانيه دي يا اولاد، اللي هي رسمه البنز. عايز حضرتك تلاحظ اللي انا هشاور لك عليه، بس ده بص كده معايا، ده النورمال، ده البني ادم الطبيعي، وحاطط جنبه السيرم واليورين بتوع البيشنت، يبقى دول كده يا ولاد بتوع المريض بتاع النفروتيك سندروم. ها ايه اللي حضرتك ملاحظه في الرسمه كده؟ ركز معايا، انا هقارن يا ولاد الطبيعي بالطبيعي اللي هو الاولاني ده باللي جنبه ده اللي هو المريض. بص حضرتك كده، رقم واحد اللي فوق ده اللي هو الالبومين، صح كده؟ اهو شايف الطبيعي سميك قد ايه، شوف الشخص المريض ده اخباره ايه، قليل. يبقى دي اول حاجه يا اولاد تدل ان ديكريز في الالبومين، صح؟ اهو باينه جدا نسبه الالبومين هنا اهو في المريض وهنا في الطبيعي، واضح ان في المريض اقل من الطبيعي، نسبتها في الدم الالبومين اقل من الالبومين في الشخص الطبيعي. طب حضرتك ملاحظ تغير تاني؟ اه طبعا. بص كده، دي الجاما جلوبيلين اللي تحت اللي انا بلون لك عليها بالاصفر دي، دي كده الجاما جلوبيلين. شوف هنا غامقه شويه ازاي. طب بص كده في الشخص الطبيعي، دي فاتحه، صح كده؟ يبقى دي كمان اخبارها ايه؟ يبقى كمان يا اولاد الجاما جلوبيلين ديكريزد، تمام. يبقى الرسمه دي يا اولاد برضو البانس دي موضحه نفس الكلام، رقم واحد هنا الطبيعي الالبومين، هنا الالبومين بتاع المريض قليل اهو عن الطبيعي، هنا الجاما جلوبيلين بتاعت المريض برضو قليل عن الطبيعي. طب ايه الحاجة اللي انت ملاحظ ان هي مختلفة؟ تعالى بص معايا كده في الوسط، شايف دي كده دي الالفا 2، شوف غامقة ازاي هنا كده في المريض، بص عليها هنا كده في الشخص الطبيعي فاتحة. يبقى التغير التالت اللي احنا قلناه ان الالفا 2 جلوبيلين اخبارها ايه يا دكاترة؟ زيادة اهي، اهو ده الشخص المريض وده الشخص الطبيعي، اهي في المريض زيادة عن الطبيعي. في مشاكل يا دكاترة في الكلام ده؟ يبقى دي الحاله الاولانيه اللي اسمها نفروتيك سندروم، بنعرفها من ثلاث تغيرات، هتكتب في الامتحان كده ان الالفا 2 زياده وان الجاما جلوبيلين والالبومين الاثنين قليلين، سواء بنلاحظها في الرسمه بتاعت المخطط دي او في الرسمه دي لو قارنت الطبيعي بالمريض. اهو الالبومين في المريض قليل، جاما جلوبيلين هنا فاتح وفي الطبيعي غامق، يبقى هنا قليل برضو في المريض، جاما جلوبيلين قليل. حاجة الوحيدة في العيان اللي بتبقى زيادة عن الطبيعي اللي هي اللي في الوسط دي اللي هي الألفا 2، هنا غامقة يعني زيادة الألفا 2 وهنا ايه قليل. اتفقنا كده يا اولاد؟ في مشاكل في الرسمة دي؟ سهلة جدا، ده المرض اللي اسمه نفروتيك سندروم. تعال ناخد كده المرض اللي بعده.
المرض التاني ده يا ولاد، وده اسمه زي ما حضرتك شايف كده ليفر او هيباتيك سيروزس، وزي ما حضراتكم اكيد تسمعوا في الباثولوجي اللي هو بالعربي تليف الكبد، يعني الكبده يا ولاد حصل فيه مشكله واصبح متليف. طيب الكبد ده يا ولاد هو مصنع الالبومين، فالكبد دلوقتي عيان صح يا ولاد؟ يبقى نسبه الالبومين هيحصل لها ايه؟ هتقل. كبد تعبان مفيش تصنيع البومين، يبقى الالبومين هيقل. سهله. طيب في حاجه كمان بقى يا ولاد، السيروزس ده غالبا يا ولاد بيبقى سببه فيروس زي المنتشر عندنا في مصر، فيروس سي كده. فلما الفيروس ده يخش جسمي يا ولاد هيطلع له انتي بوديز، اجسام مضاده صح كده؟ في مشاكل في الكلام ده، يبقى نسبه يا دكاتره الجاما جلوبيلين هيحصل لها ايه؟ هتزيد. ده الاجسام المضاده هتزيد، ده المناعه رايحه تهاجم الفيروس. يبقى انا عندي في المرض ده يا ولاد تغيرين، ركز كده معايا. رقم واحد بص كده على الالبومين اهو، ادي الرسمه مبينه لك اهي يا ولاد ان نسبه الالبومين قليله، ده الطبيعي اللي هو اللي فوق ده، والمنقط ده اللي هو المريض، فواضح كده ان التغير الاولاني نسبه الالبومين قليله. سهله تمام. طيب ايه تاني بقى؟ بص حضرتك كده على الجاما جلوبيلين، ثواني بس، بص حضرتك معايا هنا كده على الجاما جلوبين، ده الجاما جلوبين اللي انا بعلم لك عليه ده الطبيعي. شوف المريض المنقط ده اخباره ايه، زياده هو عن الطبيعي. يبقى التغير الثاني يا دكاتره ان انا عندي زياده في الجاما جلوبين. بس انا يهمني يا اولاد حاجه مهمه قوي بعد اذن حضرتك، زياده الجاما جلوبين يا اولاد في الحاله دي بيوصفوا الشكل ده، بص كده دي القمه بتاعه الجاما جلوبين. ايه رايك، هل قمه مدببه ولا عريضه؟ بيقول عليها كده ده برود بيك، يعني زايده زياده اهي، زياده اهي بس عريضه ما هيش مدببه. هنشوف الحاله اللي بعدها بتبقى مدببه بيقولوا عليها شارب، لكن هنا برود بيك. بيسموا المنظر ده يا اولاد بولي كلونال جاموباثي. ماشي. الرسمه يا اولاد كل رسمه من دي حضرتك تعرف المرض وتعرف التغير اللي بيحصل فيه، وخلصنا على كده. تعالى نفهم كده الكلمه دي، جامو يا اولاد اللي هي الجاما جلوبيلين صح كده، اوباثي يعني فيها مشكله، هنا زياده ما هيش طبيعيه زياده. طيب بولي كلونال يا اولاد بالعربي يعني متعدده المنشا. ايه متعددة المنشأ؟ دلوقتي يا اولاد دي خلايا المناعة، دي خلية مثلا رقم واحد، ودي خلية رقم اتنين، ودي خلية رقم ثلاثة. دلوقتي يا اولاد هو لما الفيروس بيخش جسمي، هل الخلية رقم واحد بس اللي هتهاجمه، ولا كل الخلايا المناعية هتروح تهاجم الفيروس ده وتطلع انتي بوديز؟ فانا لو سألت حضرتك هذه الانتي بوديز اللي رايحة تهاجم الفيروس، هل هي ذات منشأ واحد يعني جاية من خلية واحدة، ولا جاية من خلايا كتير؟ متعددة المنشأ، فبنقول عليها بولي كلونال. اتفقنا كده يا ولاد؟ سهلة. يبقى الليفر سيروزس تفتكر ان في تغيرين، كبد تعبان ما بيطلعش البومين يبقى الالبومين قليل، والتغير التاني اجسام مضاده يبقى في جاما جلوبيلين ايه كتير. خلاص اوعى تنسى ان وصف الجاما جلوبيلين زي ما قلنا برود بيك قمه عريضه اهي، او بولي كلونال يعني متعددة المنشأ. تعال نبص على الرسمة دي سهلة بقى هتعرفوها، ايه رأيك؟ ده اللي انا بشاور لك عليه، ده الالبومين بتاع الشخص النورمال الطبيعي. بص على المريض البيشنت اللي جنبه، ايه رأيك نسبة الالبومين؟ قارن ديب دي اهي مش محتاجة يعني، ايه رأيك ده مقارنة بده؟ واضح كده ان الالبومين قل اهو. طب انزل تحت كده الله يبارك لك يا رب، هي دي مش واضحة قوي للأمانة يعني. بص هنا ده الجاما جلوبيلين اولاد الطبيعي، وده الجاما جلوبيلين بتاع المريض، فيعني الجاما جلوبيلين اغمق سنه، بس هي للامانه مش واضحه قوي. انكريز في الجاما جلوبيلين، بس انا اللي يفرق معايا يا اولاد ان هي ايه نسبة الالبومين قليلة باينة دي جدا. في مشاكل يا اولاد في الرسمة دي، بقى المرض ده اسمه ايه يا دكاترة؟ اسمه ليفر سيروزس بالعربي تليف الكبد. اتفقنا؟ تمام. طيب تعال نشوف بقى يا اولاد المرض الأخير اللي اسمه مالتيبل مايلوما. تعال نبص كده على المرض ده، الأول نفهم يا اولاد ايه المرض ده، المالتيبل سوري، المرض ده يا اولاد اسمه كده مالتيبل مايلوما. بالعربي ده يا ولاد عبارة عن ورم في خلايا اسمها بلازما سيل، اللي هي الخلايا المنتجة للأنتي بوديز.
ها يبقى الخلايا يا ولاد اللي بتصنع الانتي بوديز، البلازما سيل دي يا ولاد عباره عن اكتيف بيتا سيل. انا ما اعرفش ايه مدى معلوماتكم في الهيستولوجي، بس الخلايا اللي بتطلع الاجسام المضاده اسمها كده، اسمها بلازما سيل. المهم ان حصل ورم في هذه الخلايا، يبقى كميه هذه الخلايا هيحصل لها ايه؟ هتزيد اهي كده. يبقى كميه الانتي بوديز هيحصل لها ايه يا دكاتره؟ هتزيد. تمام، الله ينور عليك. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، الناصح اللي هياخد باله من الحكايه دي، في الحاله دي يا ولاد انت بتقول ان البلازما سيل مطلعه انتي بودي كتير، ما اختلفناش، بس ده في خليه واحده ولتكن خليه اسمها ايه؟ هذه الخليه بدات تتضاعف بشكل كبير جدا، طلعت لي خلايا كتيره قوي بس كلهم اسمهم ايه؟ حد شاطر يا ولاد يقول لي زياده الجاما جلوبيولين في هذه الحاله، هل كل خلايا المناعه باظت ولا هي خليه واحده اللي اتجننت وطلعت انتي بوديز كتير؟ دي خليه واحده بس اللي حصل لها كده، اذا الانتي بودي في هذه الحاله زيادتها از مونو كلونال. انتوا شاطرين بقى، فهمتوا الكلمه دي، مونو كلونال يعني احاديه المنشا، يعني الانتي بودي يا باشا الكتير اللي طالعه دي جايه من خليه بلازما سيل واحده في الاصل، لكن في الليفر سيروزس كانت جايه اصلها من خلايا مناعيه متعدده، لكن هنا ايه؟ مونو كلونال احاديه المنشا، الخليه كلهم جايين من خليه اسمها ايه؟ هي دي اللي اتجننت وطلعت الانتي بودي. تعال ما نبص كده مع بعض على الرسم، ايه رايك؟ او شايف الجاما جلوبيلين دي الطبيعيه؟ بص، زياده الجاما جلوبيلين في الحاله دي طالع كده يا ولاد زي السيف كده، فبنسمي المنظر ده ايه؟ اهي ادي الجاما جلوبيلين يا دكاتره زياده، بس في الحاله دي بنقول عليها ايه؟ شارب بيك. الله، شارب بيك دي يعني ايه؟ يعني طالعه يا ولاد حاده كده. بص الرسمه اللي فاتت كانت برود بيك، لكن هنا شارب بيك، بيقولوا عليها في الحاله دي زي ما اتفقنا مع بعض مونو كلونال. المنظر ده دليل ان هذه الانتي بوديز احاديه المنشا طالعه من خليه واحده بس هي اللي حصل فيها هذا الخلل. طبعا يا اولاد الجسم كده لما بيحصل فيه المشكله دي قدرته على انتاج البروتينات الاخرى وخاصه الالبومين بتقل، يبقى هنا كده الالبومين قليل. من الاخر يا اولاد احنا ما قلناش، بص بقى للتجميع كده عشان نعرف نلم الكلام اللي احنا قلناه، ما قلناش غير ثلاث امراض، مرض اسمه نيفروتيك سندروم اللي هو بتاع الكلى، ده فيه ثلاث تغيرات، اول واحد اللي هو الالبومين بيقل، واخر واحد اللي هو الجاما جلوبيولين برضه بيقل، واللي في الوسط بس هو اللي بيزيد اللي هو الالفا 2 ماكرو جلوبيولين، او بيقولوا عليه الفا 2 جلوبيولين وخلاص. الاول قليل البومين، الاخير قليل جاما جلوبيلين، واللي في الوسط الالفا 2 هو اللي زياده. وعلى فكره ده المرض الوحيد اللي الجاما فيه قليله. خش على المرضين التانيين هتلاقي الجاما جلوبيلين زياده. الله ينور عليكم. اذا كانت هذه الزياده برود بيك يعني زي المنظر اللي شفناه، يبقى ده السيروزس او ده الليفر ديزيز. اذا كانت شارب بيك يعني طالع شبه يا ولاد السيف كده، فده بنقول عليه ايه؟ المالتيبل مايلوما، او زي ما اتفقنا مالتيبل مايلوما، او زي ما اتفقنا يا ولاد بنقول عليها ايه؟ مونو كلونال. اتفقنا كده يا ولاد؟ طبعا المرض ده يا ولاد او ده بيبقى فيهم نقص برضو زائد، يعني مصاحب لزياده الجاما جلوبين بيبقى فيه نقص في الايه؟ في القلب. خلاص يا اولاد سهله كده، سهله، مرض كم مرض سهلين ما فيهمش مشكله. اطلع معايا كده بعد اذنك على الرسمه اللي جنبها دي، نبص عليها. بص كده بعد اذن حضرتك، بص لي كده بالله عليك على دي، على الجاما جلوبين، شايف هنا فاتحه ازاي؟ شايف في المريض في البيشنت ده في خط واحد هو اللي زياده. الله، ده دي بقى هي دي اللي اسمها المونو كلونال، ده في خط واحد او في فرع واحد او في جزء واحد من الجاما جلوبيلين هي اللي زياده. برضه اولاد التغير التاني ان القلب من قليل ده مش واضح قوي، لكن الحاجه اللي واضحه ان الانتي بوديز لاين واحد او باند واحده فيها هي اللي زياده، ده بيقولوا عليها مونو كلونال اللي هو المنظر ده الشارب بيك. مش كل الجاما جلوبيلين زياده، ده واحد فيهم بس هو اللي زياده مونو كلونال. اتفقنا على الكلام ده يا اولاد؟ سهل بقى. اخر رسمه يا اولاد اللي هي بتاعه الهيموجلوبين،
تعال نبص على الرسمة اللطيفة دي يا ولاد، بس الأول نستوعب إيه اللي مرسوم. ماشي، ده أول حاجة كاتب لي فوق كده 1 2 3 4 5 6 7 لحد 8. إيه الأرقام دي يا عم؟ دول أشخاص، يعني الشخص رقم 1، شخص رقم 2 3 لحد 8، اتفقنا؟ طيب أمال إيه يا عم اللي موجود ناحية اليمين ده؟ إيه وإف وإس وسي، دي أنواع أو تايبس ليه؟ الهيموجلوبين، دي أنواع الهيموجلوبين اتش بي اهو، هيموجلوبين. تمام، طيب الاول بس قبل ما نكمل كلام، هو انا كبني ادم طبيعي ما عنديش اي مرض، ايه نوع الهيموجلوبين يا باشا الموجود عندي؟ هيموجلوبين ايه بس؟ يبقى انا مفروض يا اولاد لو جيت على اي حد طبيعي فينا ببص على الهيموجلوبين اللي فيه مفروض الاقي ايه ده بس. امال الاف والاس والسي والكلام ده، ده في امراض هنفهمها حالا، يبقى الطبيعي ان انا الاقي ايه بس. طيب تعال نبص على الرسمة كده ونشوف. تمام، هاخد الأول يا ولاد الشخص رقم 2، تعالوا نبدأ بيه كده. تمام، تعالوا نبدأ كده يا ولاد مع الشخص رقم 2 ده أهو، هعلم لك عليه. تمام، انزل لي كده بعد إذنك تحت الشخص رقم 2، لقيته معلم لي علامة، ده المكان الـ A وده الـ F وده الـ S وده الـ C، لقيته معلم لي علامة هنا فوق كده بس. يبقى هو ايه نوع الهيموجلوبين اللي موجود عنده حضرتك؟ اه ده موجود عنده ايه بس؟ قال لا، طب ما هو ده تمام زي الفل، الله ينور عليك، يبقى ده شخص نورمال طبيعي ملوش اي مشكلة. حلو قوي، يبقى الشخص رقم 2 ده عبارة عن بني ادم طبيعي. في الامتحان الدكتور هتقول لك لين او خط رقم 2 يمثل ايه؟ تقول لها تمثل شخص نورمال، سهلة. تمام، خش لي على اللي بعده 3، تعالى كده مع بعض واحدة واحدة. ها 3 ده ايه رأيك؟ اه ده المرة دي معلم لي على علامتين. ايوه معلم لي على العلامة الأولانية اللي هي عند ايه؟ اهي دي كده. اه ومعلم لي علامة تانية كده تحتها، بص كده دي تمثل الاف. هلا هو الاف ده بيبقى موجود عند مين؟ عند الجنين. آه يعني الشخص رقم 3 ده يا ولاد عنده هيموجلوبين ايه طبيعي زينا بس عنده شوية اف. هلا ده يبقى طفل يا ولاد لسه مولود، ده يبقى نيونيت. ما هو الطفل يا ولاد وهو في بطن امه بيبقى عنده الاف ده موجود، وعقبال ما يتولد بيحصل شيفت بقى، الاف ده يقل والاي يزيد. طالما عنده الحاجتين يبقى ده عيل لسه مولود، يبقى ده يا ولاد نيو نيت. سهله. تمام، بص لي بالله عليك على رقم 4 و6 مع بعض، 4 و6. تمام، طيب 4 ده يا ولاد، 4 ده معلم لي علامة هنا كده، العلامة دي تقابل الاس، يبقى هو عنده هيموجلوبين اسمه اس. تمام، يا نهار ابيض ما عندوش ايه؟ ما اه يبقى ده مش طبيعي، عنده اس ده يا ولاد، ده مرض اسمه سيكل سيل انيميا، اللي هو بالعربي انيميا خلايا الدم المنجل، هي بتبقى الار بي سيز يا ولاد شبه الهلال كده او شبه المنجل، فما بيبقاش عنده هيموجلوبين ايه طبيعي زينا، لا بيبقى عنده هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين وحش، هيموجلوبين اس. سهله. تمام، طيب خش على اللي بعدها اللي هي رقم 6. تمام، رقم 6 ده معلم لي علامه عند الاس اللي هي دي، ده كده يا اولاد شخص مريض عنده سيكل سيل انيميا. قال لا بس معلم لي علامه كمان عند الايه، يبقى الشخص ده يا ولاد عنده هيموجلوبين اس، شويه من الهيموجلوبين بتاعه بايظ اس، لا بس كمان عنده شويه من الهيموجلوبين ايه طبيعي، يبقى الشخص ده يا ولاد بيقولوا عليه كده اسمع هيتروزايجس سيكل سيل. اه يعني هو عنده سيكل سيل انيميا وكل حاجه بس هيتيرو زيجس يعني هجين، بمعنى ان عنده جزء من الهيموجلوبين ايه، يعني عنده جزء من الهيموجلوبين طبيعي وعنده هيموجلوبين اس يعني هيموجلوبين ايه مريض. اه امال ارجع بقى الرقم 4 لرقم 4 ده، كان كل الهيموجلوبين اللي عنده بايظ، كان كله هيموجلوبين اس، فعشان كده بنسميه ايه يا اولاد؟ هوموزايجس. هوموزايجس يعني نقي، ما هوش خليط زي ده، لا ده الهيموجلوبين بتاعه كله نقي، كله شبه بعضه، كله اس، هوموزايجس. خلاص كده يا اولاد سهله. تمام، طيب رقم 7 دي اتفه واحده، بص كده على 7 تلاقي عنده هيموجلوبين معلم لك عند الاس اهو، ومعلم لك علامه عند السي، فرقم 7 ده يا اولاد بص بيسموه كده اس سي ديزيز، يعني عنده الاس وعنده السي.
تمام كده. طب رقم 8 دي يا ولاد حد شاطر يعرفها؟ عبيطة جدا. رقم 8 دي معلم لي علامة عند الايه وعلامة عند الاس. قال له يعني عنده ايه طبيعي شوية وعنده اس مريض، يبقى ده سيكل سيل بس هيتيروزايجس، يبقى ده هيتيروزايجس سيكل سيل، يعني عنده سيكل سيل بس ايه شويه عنده هيموجلوبين طبيعي وشويه هيموجلوبين ايه مريض. خلاص يا اولاد اظن الهيموجلوبين سهل جدا، وهم يا اولاد كام رسمه كده بيجي هيقول لك لان واحد ده يمثل ايه لان اتنين يمثل ايه، فالموضوع بسيط جدا وسهل يعني. يبقى اتنين تعال نراجعهم كده، اتنين ده ايه؟ لا ده ايه ده الطبيعي، يبقى ده نورمال ادلت، اكتبه معلش عليه ادلت، ده شخص طبيعي بالغ زينا كده. خش على رقم 3 ده عنده ايه وعنده اف، اف ده اللي هو بتاع الجنين، خلاص يبقى ده الواد اللي لسه مولود النيونيت. عنده اس بس يبقى سيكل سيل. طب عنده اس وعنده ايه سيكل سيل برضو بس هيتيروزايجس، يعني مختلط حبه طبيعي ايه وحبه مريض اس، لكن لو عنده اس بس يبقى ده مريض بس، يبقى ده هوموزايجس سيكل سيل. يبقى انا هبص كده بعيني لو لقيت عنده اس اقوم جاي كاتب ان ده سيكل سيل، لقيت الاس لوحده يبقى ده هوموزايجس، لقيت مع الاس ده ايه يبقى ده هيتيروزايجس. 7 ده عنده اس وسي، ده اسهل واحد اسمه اس سي ديزيز. رقم 8 عنده اس يبقى سيكل سيل بس عنده شويه ايه يبقى سيكل سيل بس هيتيروزايجس. متفقين يا اولاد؟ اظن سهله جدا يعني ما فيهاش حاجه تلخبط. طب تعالى اختبركم كده في رسمه كده، حد جدع يا اولاد يعرف يقول لي النجمه دي تشخص ايه؟ بص ادي النجمه اهي، اهي النجمة دي يا ولاد مرسومة قصاد ايه؟ يعني بص اللي قصادها ده يمثل ايه؟ اهو مشاور عند اول واحد اللي هو الايه؟ اهو ده كده ده كده قصاد الايه، ومش هقول لي علامة عند واحد كمان اللي هو الاف، يبقى معلم عند الايه والاف. لا الايه والاف، الاف ده اللي هو الجنين، يبقى ده على طول النيونيت. تعال نكمل بقيتهم كده اشوف حد هيعرف ولا ايه. ها هقول واحدة بس اللي بعدها كده، رأيك؟ معلم لي علامتين، واحدة عند الـ A ودي عند الـ S، S يبقى سيكل سيل أنيميا، بس طالما معاي A مع الـ S يبقى هيتيروزايجس. ها تعرف بسرعة كده تقول لي اللي بعدها دي؟ ده كده ده معلم عند الـ A بس يبقى ده نورمال أدلت. طب خش على اللي بعدها ده نورمال ادلت برضه. طب اللي بعدها معلم لي عند الايه؟ معلم لي عند الاس، ها يبقى سيكل برضه بس ايه هيتيروزايجس. طب لو كان معلم عند الاس بس علامه لوحدها، بص كده مثلا يعني هنا كده معلم لي هنا كده بس، طالما عند الاس لوحدها يبقى ده هومو زايجس سيكل سيل. اتفقنا مش كده يا ولاد؟ في مشاكل في الكلام؟ اظن الكلام هيبقى سهل ان شاء الله. في حاجة بس يا ولاد اتقالت لكم في السكاشن فانا احتياطي عايزك تعرفها. الهيموجلوبين انواع، هيموجلوبين A وهيموجلوبين A2 وهيموجلوبين S وهيموجلوبين C، خلاص عشان اتقالت لكم في السكاشن دي فانا احب برضو تبقوا عارفين. خلاص طيب اي واحد يا ولاد من جزيئات الهيموجلوبين بيكون تترا مر، يعني 4 وحدات، حلو كده؟ طيب الهيموجلوبين A ده الطبيعي اللي موجود عندنا كلنا، عبارة عن وحدتين اسمهم ألفا ووحدتين اسمهم بيتا، يبقى كده 4 وحدات اهو، 2 ألفا و2 بيتا. طيب الهيموجلوبين A2 ده يا ولاد موجود على فكرة عندنا برضو بس بنسبة صغيرة، بيبقى عبارة عن وحدتين 2 ألفا و2 دلتا بقى. الوحدة دي كده اسمها دلتا، خلاص؟ طيب الهيموجلوبين S بيبقى عبارة عن 2 ألفا و2 بيتا برضو. قال لها حد يجي يقول لي ايه طب ما هو كده زيه زي الهيموجلوبين ايه؟ لا يا باشا البيتا بتاعته بتبقى بايظة، بتبقى ميوتيتد يعني بايظة، هي اسمها بيتا او كل حاجة بس في حاجة فيها بايظة، كانت عندكم الترم الاولاني ايه اللي بيبقى بايظ فيها بس مش مهم بقى دلوقتي. تمام. والسي برضو عبارة عن 2 ألفا و2 بيتا بس طبعا البيتا برضو بايظة ميوتيتد. اتفقنا يا اولاد؟ طيب ناقص معلش كمان الهيموجلوبين اف اللي هو بتاع الجنين بيبقى عبارة عن 2 ألفا و2 اسمهم ايه جاما.
من الكلام ده يا ولاد واضح كده ان الالفا لازم تبقى موجوده، لازم يبقى فيه اتنين الفا ومعاهم حاجه تانية. لو انا شخص ادلت هيموجلوبين ايه طبيعي يبقى اتنين الفا واتنين بيتا. الاي 2 عباره عن اتنين الفا واتنين دلتا، ده الوحيد المختلف. الهيموجلوبين اس وسي بيبقى عندهم اتنين الفا واتنين بيتا، بس البيتا بتبقى ميوتيتد. السي بيبقى اتنين الفا واتنين بيتا، بس برضو البيتا بتبقى ميوتيتد بايظ. بتاع الجنين بيبقى عنده اتنين الفا واتنين جاما، عشان اتقالت لكم بس في السكاشن يا اولاد، فانا اخاف مثلا ان هي تجيلكم ولا حاجه في الامتحان. خلاص انا اسف والله جدا 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 ان انا اتاخرت عليكم، بس والله كنت مشغول جدا وكان ورايا حاجات مهمه بخلصها، واتمنى ان شاء الله مش هاخد منكم وقت في المذاكره. اتمنى لكم التوفيق، ولو احتجتوا اي حاجه يا اولاد كلموني في الكومنتات الاسئله، وانا بقرا كل الاسئله والله ارد عليكم. السلام عليكم.